بالفعل يوم أمس 5/06 كان لقاء بأكاديمية الدار البيضاء برئاسة السيد مدير الأكاديمية وبحضور ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ وكذلك ممثلي جميع المؤسسات الخصوصية بجهة الدار البيضاء. وكان لقاء حول تواصلي ومر في أجواء جيدة جدا ومهنية، وكان الهدف من هذا اللقاء هو امتصاص ربما الغضب لكي الآن أمام في الأبواب ديال بعض المؤسسات الخصوصية من طرف الآباء، ومص هذا الاحتقان اللي كنعيشوه حاليا. فالأكاديمية دارت دور الوساطة، ومخرجات هذا اللقاء كانت مهمة جدا، ويمكننا نلخصها في بعض النقاط الأساسية. أولا أن المؤسسات التعليمية الخصوصية ستستمر في عملها التربوي والإداري بشكل جيد إلى غاية نهاية السنة، وستؤدي دورها التربوي والإداري للتلاميذ. كذلك تم الاتفاق على أن لا مزايدة ولا مساومة على مصلحة التلميذ، فمصلحة التلميذ هي مصلحة الفضلى، فلن يتم توقيف التلميذ أو توقيف دراسة التلميذ عن بعد لأي سبب ما، سواء كان مادي أو غير ذلك. هذا شيء مهم جدا. كذلك تم اتفاق على إعفاء أولياء الأمور من واجبات النقل المدرسي والمطعم المدرسي ابتداء من بداية الحجر. كذلك وهذه هي النقطة الأساسية، أن المؤسسات التعليمية الخصوصية ستعتمد مسلك المرونة مع الأسر المتضررة من الجائحة. وماذا نعني بالمرونة؟ المرونة هي إما إعادة إجراءات واجبات الدراسية أو الإعفاء الجزئي أو الكلي لأولياء الأمور الذين تضرروا بشكل كذلك جزئي أو كلي من هاد الجائحة. اللي هاد المخرجات ديال هاد اللقاء راه كانت مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية شرعات في هاد المرونة بدون هاد الوساطة اللي دارت البارح. ولكن الأهمية ديال هاد الوساطة البارح هي أنها غتعطي واحد السند أولا للمؤسسات، هي طريقة العمل، يعني غيولي عندنا واحد حتى المؤسسات اللي ما كانوا ما قاموا بحتى شي اجراء او ما عرفوش اش غيديروا. واكيد العلاقه اللي كتربط المؤسسات باولياء الامور هي علاقه اللي خصها تبقى داخل حرمه المؤسسه، وان جميع المشاكل يجب ان تحل وان ان نناقشوا فيها داخل حرمه المؤسسه. فملي كيخرج اي مشكل على خارج الإطار المؤسساتي غالبا غير كتصعب الأمور. فمن المشاكل بعض الأحيان البسيطة اللي كنعيشوها يوميا في المؤسسة إلى بحال هذه المشاكل اللي ذكرتي. فنحن نتأسف على هاد الوضعيات، ولكن هي كتبقى في نفس الوقت راه هي وضعيات شادة ماشي عامة، يعني بعض مؤسسة أو جوج للجأت لهاد الحل أو للجأت لهاد الطريق، وكذلك بعض الآباء للجوء لهاد المسلك القضائي، لأن كنظن ما غنحلوش المشاكل ديال الأبناء ديالنا في القضاء، من الأحسن المشاكل يتحلوا داخل المؤسسة. الآن هاد البلاغ اللي خرج المشترك يوم أمس راه كيحث على أن المؤسسات التعليم الخاص خاصة تفتح باب الحوار أمام الآباء عن طريق الممثلين ديال جمعيات الأمهات والآباء وأولياء الأمور الموقعة اللي وقعت على البلاغ المشترك، أي أقصد الفيدرالية والكونفيدرالية.